وفي سياق متصل، عثرت وحدات حرس الحدود الأوكرانية على مخزن للذخيرة يعود للمسلحين الروس، وذلك في أحد المباني المهجورة على مشارف محطة لوهانسك قرب الخط الفاصل. استدعيت وحدات إزالة الألغام والمتفجرات إلى الموقع لتمشيطه، ثم قامت الشرطة المحلية بسحب الذخائر، ولمحت قيادة الشرطة إلى إمكانية أن يكون المسلحون قد خبأوا هذه الذخائر لارتكاب أعمال إرهابية.